دلوقتي جينا فقرتنا الفنية، ومعانا النهاردة مسرحية من المسرحيات اللي حققت نجاح كبير جدا جدا الفترة اللي فاتت على مسرح الطليعة. والحقيقة ان مسارح الدولة طول عمرها بتشهد حالة من يعني المسرحيات اللي فيها بتبقى مختلفة. والفترة اللي فاتت كمان كان في نشاط وموهبة وفن ونجاح بيتقدم من خلال مسرحيات كتير جدا الفترة اللي فاتت، ومناسبة لكل أفراد الأسرة، وغير كده كمان الأسعار بتاعة التذاكر رمزية جدا. عشان كده بنشجعكم جدا ان تروحوا المسرحيات دي، ومنها ان نبقى بنخرج خروجه ما فيهاش اكل برضو يا جماعه، ونتثقف شويه ونحاول ان احنا كده نفهم الحياه فيها ايه من خلال مسرحيات جميله وقريبه مننا. ومنها مسرحيه اللي هنتكلم عليها النهارده وهي مسرحيه بيت روز. المسرحيه دي بتتعرض كل يوم خميس وجمعه وسبت على مسرح الطليعه. بتتكلم عن مشاكل البنات المختلفه اللي بنسمعها كتير وهمومهم، عن طريق أربع بنات بأصدقاء بيتقابلوا دايما على كافيه معين، وبيبتدوا يتكلموا عن مشاكلهم، وبيبقى في ما بينهم وبين بعض حوارات بسيطة بيظهر من خلالها المعاناة اللي بيعانوها مع المجتمع ونظرة كل واحدة منهم للحياة. خلينا نتعرف أكتر على بطلات بيت روز اللي منورينا النهاردة في بيت السفيرة عزيزة، ونعرف إيه حكاية بيت روز والمشاكل اللي بتواجههم. معانا هاجر حاتم. أهلا بيك يا هاجر، منورانا. يا هاجر ازيك، عاملة إيه؟ ومعانا سالي سعيد. اهلا يا سالي. اهلا ذكرى. دول نجمات المستقبل، دول اللي هيبقوا بعد كده السوبر ستارز. اهلا. ومعانا سماح سليم. ازيك يا سماح؟ ازيك يا عمرو؟ ناديه حسن. اهلا اهلا. ومعانا كمان مريم عيد. اهلا. منورنا يا بنات، ومبسوطين بيكم ما شاء الله زي القمر، ويعني مستنيينكم بقى ايه تقتحموا المجال الفني ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني تعالوا نبدا كده سالي، نبدا معاكي. اتفضلي. قولي لنا بقى يعني نتكلم اكتر عن ان انتوا اتجمعتوا مع بعض ازاي علشان نشوف مسرحيه بيت روز، المسرحيه المختلفه جدا دي. فكلمينا، انتوا اصلا اشتغلتوا مع بعض قبل كده ولا دي اول مره؟ لا، هو احنا المسرحيه من تاليف واخراج محمود جمال حديني، وهو اصلا جوزي. فلما اتكلمنا مع بعض في البروجكت او في المشروع، طبعا يعني احنا اشتغلت بس انا ونادي حسن مع بعض، لكن كنت اول مره اشتغل مع هاجر حاتم وسماح سليم ومريم عيد مع بعض في المسرحيه. واعتقد يعني في ما بيننا كيمستري مختلفة، اعتقد احنا كل همنا ان احنا نشتغل ونعمل مسرحية مختلفة، مش بنركز في حاجة غير شغلنا، ودي ميزة لان مش كل المسرحيات اللي ممكن يكون فيها بنات كتير ممكن يكون فيها الميزة دي، بيبقى فيه مشاكل وحوارات وحاجات كده. بس احنا لا يعني الحمد لله. على فكرة اكتشفت انه مش دايما، مش دايما على فكره أنا يعني بالعكس، واحنا بالوقت احنا بنحب بعض وبنبقى صحاب، دي ساعات بيطلعوها المغرضين. بس الحقيقه احنا بيبقى كل همنا ان احنا نشتغل والمسرحيه بتاعتنا تنجح، لان نجاح المسرحيه هو نجاح لينا كلنا واحده طبعًا. واحده فينا طبعا طبعا. طب انت دلوقتي الكاتب والمخرج رجل وهو زوجك، وانتوا بيكلم على مشاكل بنات، كان بيسالك على اي حاجه وهو بيكتب؟ لا حقيقي لا، محمود يعني هو شاطر في ده، فكره المشاعر الانسانيه، وعارف كمان تفاصيل بني ادمين سواء بقى راجل او ست، هو شاطر في الحكايه دي قوي. بيبقى عارف كل بني ادم بيحس بايه، او بيقدر يفهم بني ادمين اكتر، وهو بيذاكر بني ادمين كويس قوي، فقادر يعرف ده. طبعا ممكن يكون بيسالني في تفاصيل ليها علاقه بالمنتجات اللي بنستخدمها، بالمش عارف ايه، الحاجات اللي الحريه قوي. انتوا بتقروا المشاكل بتاعت كل واحده فيكم، حاسين انها قريبه منكم فعلا؟ طبعا قوي قوي. حتى الضيوف اللي الجمهور وكده اللي بيجي يتفرج علينا دايما يروح لحد يقول له هو انت عرفت ده ازاي؟ ده انت كانك معانا على جروب الواتساب. انت عرفت ده ازاي؟ الجمله دي دايما انت دخلت على جروب الواتساب بتاعنا، انت عرفت المعلومات دي كلها ازاي؟ احنا نفسنا اول ما قرينا قلنا له انت كاتب ده ازاي؟ انت داخل جوه البنات بتفاصيلها قوي، انت قعدت كتير. بيقول انا عارف اعمل ايه. انا عارف. طب انتوا لو اتكلمنا عن انتوا بنات ولسه صغيرين وفي مقتبل العمر، لو اتكلمنا عن مشاكلكم انتوا، يعني شايفين المشاكل اللي بتواجه البنات دلوقتي ايه؟ بعيدا عن المسرحيه. حقيقة كتير. في منها حاجات ليها علاقه بكل واحده فيكم هتقولي مشكله. مشكله بالظبط. اوكي قولي انت. قولي يا هاجر. احنا اتكلمنا عنها في المسرحيه، مثلا التحرش.
اللي موجود في الشارع المصري او كده، الحاجات المضايقات اللي البنات بتتعرض لها. يعني مشاكلكم انتم مش مشاكل الناس اللي في الشارع. ودي برضو دي جزء منها، دي جزء منها فكره برضو ان هم بيبصوا للبنت اللي ما اتجوزتش ان هي كده ايه ده، ده كبرت. مع ان احنا دلوقتي خلاص الحياه اتغيرت والبنات بتتطور وفي مصر بيقدروا ان هم يوصلوا لمناصب كبيره وكل الحاجات دي، فبيبداوا يبصوا للبنت اللي هي لا ده لازم تتجوز، طب ما طب اتجوز لازم تخلف. طول الوقت في حاجه في في سبوت لايت ان هي لازم تعمل حاجه، لازم تعمل حاجه طول الوقت انك لازم تعمل حاجه. انا بشوف برضو ان ده حتى مش للست بس، دايما بحس ان المجتمع دايما بيبقى ضاغط ان انت لازم تعملي، لازم يا اما تشتغلي او يا اما تخلفي. بس لو عملتي الاثنين مش هيعجبهم يعني برضه، يا رب لو عملتي الاثنين مش هيعجبهم، هم طول الوقت مش هيعجبهم برضه بالظبط. هي يعني هي دي الفكره برضه، فكره ان دايما مش كل حاجه المجتمع بيبقى راضي عن اللي انت تعمليه، دايما ضاغط سواء بقى راجل او ست. انا بشوف كده برضه. طب نروح الجنب الاخر. سماح بصي، هو دايما طبعا هي مشكله التحرش دي بنعاني منها كلنا. تاني حاجه، بنت فعلا اول ما توصل سن ال 30 يقول لك لا لازم تتجوزي، لازم تلحقي، لازم ما تعنسيش. يعني ايه تعنسي؟ مش حاجه. لفظ العنوسه نفسه يعني انا بالنسبه لي مرفوض. هي هيجي لها اوانها امتى الله اعلم، بس كلها عشان يوم ما تختار تختار صح، لكن ما تختارش واحد لمجرد الجواز عشان ما يتقالش عن ليها عنست بس. لا، سيبوها باختيارها، سيبوها في حياتها، تدرس تشتغل تسافر تعيش حياتها. يوم ما تختار تختار واحد هي حساه، هي اللي تقول عليه، مش يتفرض عليها. فانا ضد الفرض على اي واحده او حتى راجل. يعني انا شفت في رجاله فعلا يقولوا لا لازم برضو تتجوز هتبقى لوحدك. يعني الموضوع مش بنت بس، ده بيحصل اتجوزوا ونس. اتجوز اعمل عيله حد يبقى معاك. لا برضو هو برضو اختيار، عشان ما يختار يتحمل نتيجه اختياره، وما يختار يختار صح، مش مجرد زوج وزوجه وبس. لا، انا بحب اللي يختار يبقوا صحاب. انا بحب اول علاقه بين الزوج والزوجه ان هم يبقوا صحاب فعلا، زي ما انت صحابك بتقعد معاهم وانت صحابك بتقعدي معاهم، يوم ما تتجوزي تتجوزي واحد تحس انه صاحبك. صح. فتبقى التفاصيل هتختلف قوي وهيبقوا مرتاحين اكتر. صح. غير ما يلبسوا اقنعه. لا، عشان الاقنعه دي في يوم من الايام هتقع. صح. بس صح. فده رايي. ناديه. والله اعتقد برضو موضوع الست عموما في المجتمع بتاعنا بقى دايما طول الوقت عليها سبوت كده، اللي هو انا لازم فعلا اشتغل، انا لازم اتجوز، انا لازم ابقى بعمل كل حاجه صح. موضوع التحرش فعلا احنا اعتقد ما فيش بنت مش بتعاني من التحرش. اعتقد كمان ان البنات بقت اجرأ دلوقتي، يعني انا بحس ان البنات بقت اجرأ. ما بقتش زي الاول. يعني عكس 10 سنين او 5 سنين لا كنا بنخاف وبتاع، دلوقتي لو حد اتكلم قانون عشان بقى في قانون دلوقتي كمان بيخاف بالظبط. بقى بقناش انا اعتقد ان التحرش كمان ما بقناش زي الاول، بقينا اجرأ. ممكن يكون لسه لو بنات صغيرين في السن مش فاهمين التجربه قوي ممكن يتخضوا. بس طبعا احنا في بس انا موافقه معاكي، لان انا لما انتوا حتى بتتكلموا في الموضوع انا حاسه ان هو الموضوع قل قوي يعني الاول. طبعا قل جدا، قل جدا. زي سالي هند صاحبتنا اللي هي هند صاحبتنا ما سكتتش غير لما اتحبس. هند عبد الستار. هند عبد الستار ما سكتتش غير لما اتجاب فعلا واتحبس. عشان بقى في قانون بيحمي بقى، في محاسبه. طيب ماري، طيب نروح لماري. ممكن نظره الناس، يعني مثلا هو انت زي اهلك بيسيبوكي تصفي لوحدك، ممكن نجرج على بعض من لبسنا. هو انت اذا انت هتنزلي كده، هو انت هتلبسي كده، هو انت هم ازاي اهلها سابوها نزلت كده. يعني احنا بقينا نحكم على بعض. بنحكم على بعض. ممكن احنا شكلنا بنفكر في مشاكل الجيران. ممكن نحكم على بعض. يعني الموضوع ده فارق قوي من لبسك، انت هتحكم عليا من لبسي؟ طب انت ما تعرفنيش ازاي؟ بالظبط. على الشكل. وفكره كمان تحقيق الاحلام، وفكره ان كل بنت عندها حلم مختلف، لازم الطرف الاخر او حتى اهلها يساعدوها ويشجعوها زيها زي الولد. ايا كان الحلم ايه، او ايا كان هي بتفكر في ايه او تبتكر في ايه. مش كل الناس سواء راجل او ست برضو بيبقى عندهم الحريه دي. ممكن الولاد برضو يكون عندهم نفس الازمه. بس اعتقد برضو فكره تحقيق الذات او ان ست تعمل اللي هي بتحبه ده وبيبقى احنا كده عايزين. انتوا بقى بتفكروا ازاي؟ احنا عايزين نعرف الشخصيات الابطال المسرحيه بالظبط. الكاركترز نفسها كانت بتفكر ازاي؟ اوكي اوكي ماشي. انا شخصيتي مختلفه تماما. بيتوتيه، متجوزه ومخلفه وعايزه صاحبتها تقابل عريس الصالونات وموافقه عليه. انا كسماح برفض ده. بس كسحر في الشخصيه لا، سحر شايفه ان هو لا، الحقي اتجوزي. اللي بيتقال دايما الحقي اتجوزي، الحقي خلفي كام سنه وهتبقي لوحدك، بعد كده هيقدم لك رجاله متجوزين. فدي شخصيه سحر اللي هي طول الوقت بتحتوي بتحب اصحابها جدا، اللي واخده الشكل التقليدي. خلينا ايوه بالظبط.
فهي طول الوقت معاهم اللي هي مامي طول الوقت حواليهم. لا اتجوزوا لا خلفوا. هي طول الوقت معاهم في ده. عايزه صاحبتها لا تروح تقابل اللي هو اللي هي مين بقى صاحبتك؟ اللي هي منار. اللي هي نادية. يلا يا نادية قولي لنا. هي منار فعلا زي ما بتقول سماح بالنسبه لها بتشوفها شويه مش فكره الصحبه ممكن الام شويه يعني. هي اول واحده راحت اتكلمت معاها كانت سماح. وسماح دايما مشجعاها بس منار كانت دخلت في تجربه حب قبل كده وقعدت 6 سنين قبل ما حاولت تتعافى منها. ممكن يكون في حاجات لسه مترسبه جواها بس هي بتفكر اللي هو عشان نظره المجتمع والعنوسه طب ليه ما اتجوزش صالونات؟ فبتروح تاخد راي صحابها اللي هو معانا نوران. نوران لا انا سحر. ثانيه واحده سحر نوران ساره ايوه. فبتيجي تتكلم معاهم بتشوف رد فعلهم ايه بس هي طول الوقت متردده. هي البريئه اللي فيهم ممكن تكون اقل تجارب او عندها تجربه واحده وكانت عايشه على حب مع شخص خذلها المفروض. فهي طول الوقت متردده عايزه تعرف ايه الصح بس هي نفسها فعلا تتجوز. بس ساره بقى اللي هو انت يا سالي شخصيه بقى مختلفه خالص عن سحر اللي هي سماح. ان احنا من الدين اصلا في العالم. هي ساره شخصيه ممكن تكون من الشخصيات اللي هي انفلونسرز اللي بتتكلم دايما على الرجاله والستات فاهمه الجو ده. الفيمينست بقى من زاويه السوشيال ميديا شهرتها فحاسه ان الموضوع بقى ايه بقى ليها اراء كتير. هي نجمه في نفسها فعلا من فكره ان هي بتتكلم عن ان الست لازم تبقى قويه ما تبقاش ضعيفه. كان ليها 3 تجارب فاشله في الجواز. اول مره كانت عن حب بس كانت تجربه باظت واتجوزت برده من غير حب واتطلقت بسرعه. وكان ليها تجربه ثالثه شافت كتير وبتاع ومؤمنه ان الست لازم تحب ومؤمنه ان الست لازم تجرب ان هي تحب حتى لو تجربه فشلت تتجوز مره ثانيه عن حب. ما انا يعني ممكن اكون متشابهه شويه مع الشخصيه في الحته دي. فكره ان انا مؤمنه بالتجارب ان انا اجرب تجربه فشلت سواء بقى جواز او طلاق مش اخر العالم. ممكن اجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما احس ان انا مبسوطه وسعيده. ده اهم حاجه. ابسط شيء ان انا احس ان انا سعيده. تمام. دي صار بالنسبه لنوران بقى يا هاجر. اوكي نوران شخصيه بقى ما عندهاش تجارب خالص. مفيش ما عندهاش اي تجارب. مشكلتها الكبيره انها بتعاني من الوحده. عندها الوحده الفظيعه اللي هي مامتها تعبانه وباباها توفى من وهي صغيره وكده. فعندها مشكله الوحده دي اكتر مشكله بتضايقها طول الوقت خايفه منها. طب ومريم؟ هي اسمها مريم برضه. هي شبهي وكنت مبسوطه قوي ان هي فعلا شبه جيلي. وبنقول للناس ان عادي ان احنا هنسافر وهنخرج وان الاهل لازم يبقى سبورت ليهم وده مش عيب. هو فعلا هديني كان طالع بيقول ان الجيل ده مش تافه. الجيل ده مو عنده احلام وممكن يكون بيشتغل ويسافر ويعمل كل ده وفعلا مش بيسحل دماغه قوي بكره عامل ازاي بنعيش النهارده. يا مريم جيل مختلف. هي جيل العشرينات واحنا في الثلاثينات المفروض. ما بين الجيلين بيظهر في العرض فكره ان في ستات او يعني بنات في الثلاثينات وهي لسه في مقتبل يعني العشرينات. المسرحيه شكلها بصراحه حلو قوي وانتوا تجننوا جداً. وفعلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كده نجمات المستقبل ونجمات الشباك باذن الله. نورتونا ومبسوطين جدا بيكم. بنقول لكم لكل المشاهدين انه بيت روز مسرحيه حلوه قوي وحلو ان احنا نخرج كده والصيف دخل علينا ما نروحش ناكل ونتخن فنقعد نتفرج على مسرحيه حلوه. برضه موعدها هي هتبقى الخميس والجمعه كل اسبوع لحد العيد ومن اول العيد يومين ان شاء الله. ان شاء الله. وتنوروا على مسرح الطلاق الساعه 7:30. سعرها يعني 32 جنيه سعرها رمزي جدا. تذكره 32 على مسرح الدوله يعني بلاش. ايوه لا احنا كلنا هنبقى موجودين ان شاء الله. ان شاء الله. وبكره ان شاء الله حلقه جديده من السفير عزيزه هنكون معاكم. باي باي. باي باي.